تبقى حتى الان 12 نقطه بالظبط من 15 علشان الدرع يرجع مره اخرى. اربع مباريات يعني النادي الاهلي اربع مباريات، اربع مباريات من تسع مباريات. انا بقول لك 12 من تسع مباريات، من تسع مباريات 12 نقطه. طيب انت ايه رايك يا عادل في الموضوع؟ عايزين ايه؟ لا انا بكلمك على 12 نقطه. الله الاهلي هياخد باذن الله. ايه عايزين ايه يعني؟ انا انهي لكم عشان ما نتكلمش في الموضوع ده تاني بينا. انا بتكلم على الدوري هينتهي لما فرق الماتشات. مظبوط ده صح. انتوا بقى، انا راجل محترف، انتوا مش محترفين ماليش دعوه بيكم. صح ماشي. فانا بعد هم كده مين دول مش محترفين؟ الناحيه الثانيه. فالموضوع ده ما حدش كلمني فيه تاني. ده كلام صحيح. انا بقى ندخل على ايجابيات المباراه النهارده. ماشي فضل. يعني انا حاطط ست نقاط كده فيها ايجابيات كويسه. شدها لك يا كابتن. اولا قبل ما يجي عليك ضروري فيها، خلينا بقى احنا نقعد نقصد لو زودهم 10 عدينا يا كابتن. خلينا نقول في ضروري فيها المباريات اللي بعد الانجاز يا كابتن ايمن، ضروري رقم واحد يبقى فيها فوز. تمام. رقم اتنين انك بتعطي فرصه للاعبين جدد عشان تدي حافز تاني. صح. نمره ثلاثه الخروج بلا اصابات، ودي حاجه مهمه جدا في الوقت ده من السنه وكنا بنعاني منه. اربعه الخروج باكثر من ايه مكسب، زي عبد القادر في ثقته ان يجيب جون، وزي طاهر محمد طاهر ثقته ان يجيب جون. اخر حاجه التعرف على لاعبين ناشئين. فالنقاط دي كلها انا كنت سعيد بيها النهارده، ومحافظ على نظافه شباكك كمان. لا ما انا جاي لك، ده ادى الى ايه بقى؟ ادى الى ايه دلوقتي النادي الاهلي في الدوري؟ النادي الاهلي اعلى فرقه فوزا 20 مباراه. مظبوط. النادي الاهلي اقل تعادل، اقل، خلينا نكمل، اقل تعادل خمس مباريات، خمس تعادل صح، بلا هزيمه صفر صح، اعلى تهديف 41 هدف، اعلى دفاع 7 اهداف. تمام. لا 48 هدف، احنا اعلى خط هجوم، اقوى خط هجوم 48 هدف. سوري 48 هدف، اعلى دفاع 7. دخل في الايه اصبح الاول، رغم انك ايه، انك انت متبقي لك خمس مباريات، ودي حاجه مهمه جدا. ايوه مؤجله. يعني مؤجله مظبوط، خمس مباريات. انت بتتكلم في ناتج عالي جدا انت عملته، ناتج عندك 65 بونت من 25 مباراه في الوقت الحالي، يبقى انت وصلت لمعدل قد ايه؟ انت ضاع منك بالظبط المفترض انك انت بتاخد في الوقت ده 75 بونت كده صح. انت ضاع منك خمس تعادلات. خمس تعادلات. فانا بكلمك على كل الايجابيات اللي حصلت دي النهارده في المباراه، فكل ده يعد في صالح الجهاز الفني والمكسب بتاع الجهاز الفني. ما بكره بقى في المباريات القادمه اللي احنا هنتكلم عليها دي استراتيجيه انا عايز اتكلم عليها في حاجه مهمه قوي، انك انت لازم ان شاء الله بقى، ده بقى اللي انا اتمناه، اخد الدوري بدري. صح. ليه؟ لان عندي السوبر. السوبر هيتلعب امتى؟ هيتلعب في 11/8. انت قصدك على سوبر افريقي؟ على سوبر افريقي. يعني معناها من 11 ل 13/8، لانك 29 صحيح 7 هينتهي الدوري عندك، هيبقى عندك 10 ايام. فال 10 ايام دول علشان انت تروح للسوبر، فهتبقى الاجازه الانتقاليه ما بين الموسم والموسم صعبه جدا في ايامها. فانت ليه؟ لان الدوري احتمالات انه يبدا في 9:30 9. ايوه. فانت بتتكلم ان انت مش هتاخد اجازه. هنا بقى اتمنى ننهي الدوري بدري. ليه؟ صح. علشان يبقى في خمس ست مباريات تريح فيها اللاعبين، بعد تديهم الاجازه تبقى مقطع معاهم وكل حاجه، ولكن انك انت هتجبر على مباراه السوبر انك انت تلعب بالفول تيم بتاعك، فهتعمل فيه معادله، فهتعمل معادله صعبه، وتدي فرصه برضو لبعض اللعيبه. ما هو انا شوف عند انا يمكن كلمتك كابتن ايمن في اول الموسم، بقول لك اي مدرب بيمسك النادي الاهلي الله يكون في عونه. ليه؟ لانه بيخرج من بطوله لبطوله، يخرج من طبيعه لطبيعه. طبيعه الدوري غير ده الكاسات، مباراه الكاس، طبيعه مباراه افريقيا غير كاس العالم للانديه، السوبر
غير طبيعة المباراة التانية، بيخرج من مدرسة لمدرسة، بيلعب مدرسة لمدرسة، يخرج من حتة لحتة، يسافر أماكن ويرجع تاني، وبعدين يروح لبلاد حرة، وبعدين يلعب في حتة في جو معتد. فأنا بقول لك الكل اللي احنا بنتكلم فيه ده بالنسبة للنادي الأهلي، ففي مشكلة كبيرة قوي عند المدربين إن هم لازم يجزؤوه، وإزاي هم بيشتغلوا على النقاط الصغيرة، وإزاي إنك أنت اللعيب نفسه بتاع النادي الأهلي اللي مضغوط طول الوقت، أنت التعادل بالنسبة لك كارثة بيحصل في اللعيبة، أنت بتشوفها في وشوش الناس في الشارع وأنت صحيح. ماشي، ففي ضغط عصبي على اللاعبين. فأنا في مجمل أنا بقول مبروك النهاردة المكسب، مش عايز أتكلم عن الفنية، لأني المباراة ما بعد الإنجاز أنا قلت لك الأسباب بتاعتها اللي أنا بتمناها وأي مدرب يتمنى أنه هو يلاقيها بالشكل ده، ولكن ثلاث نقاط مهمين جدا في مشوارك أنك أنت تصعد الجدول تبقى حاجة كويسة، وأنا بشكر المنظومة كلها في الموضوع ده.